فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أن يوعقل فغراء ديني محبوب غرسي دربين أكثر ويظلم كل إنسان المسلم المؤمن يطمح باش ديلين إذا نسيب الخيار دي العباد غرسي دربين خالق سبحانه وتعالى، ولكن أمش إجزمال ديلين عبد محبوب غرسي دربين أكثر ويظلم هذا قال وش يحمل دين صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ندى في محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس. الخيار دي العباد الوين ينفع للعباد أكثر أنفعهم اسم التفضيل إذا تسمى ينفع أكثر. الخيار دي العباد غرسي ربهم الوين ينفع للعباد أكثر. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النظم أحب الناس إلى الله انفعهم للناس. الله أن يتحمل سيدة ربي أكثر من العبادش الولي ينفعنا العبادش أكثر. إذن أنظر بلما أفضل العبادة مرة أكل للعبادة من المرة ما أخذ من الخير إلى غيره. الله كان يتمثل. إذن ما الدوائر لنا العبد السيام السيام بشد يفضل إذن أمخلي إليه محبوب غرسي دربيم إلى قد ينفع من الدين بشد إليه محبوب غرسي دربيم سبحانه وتعالى. كما يتمثل غصبي الزرر يزوم ذي سكيم ذي حوجة ذي خدم الرق ذي العبادات وين اليوم غرسي دربيم خالق سبحانه وتعالى، ولكن الأفضل الخيار مرض وين ريخ يخدم كامل بشد إليه محبوب غرسي دربيم ذي حمي سي دربيم أكثر ويضمهم إلى قد يخدم الخير إلى عباده سبحان الله. هل ترى كيفاش الزلمة الإنسان الذي يشير الحديث المشبيح صلى الله عليه وسلم وكيفاش الزلمة أذحرم العمل الخير باش يلي محبوب غرسي ربي ودي سكرية الحرارة ذهبك باش الحب العمل الخير باش تخلط المعروف باش أتينا المحبوب غرسي ربي وين يخدم من الخير محبوب غرسي ربي بشريت سيد ربي سي جنث اقبلت سيد ربي من العاملين كرب وين يخدم من الخير إليك أهل المعروف أذي خير ذي الدنيا ذي ذي خير ذي خف أذني كسو سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي لخف أذني السرس وأذني الشج وأذني السوء أذني الجازين الخير العامل نخدم لك ذي من ذي الدنيا صنع عني ذا من حاجة الفعيل الخير يخدم الدينوني سيد رحمة النبي سألك أن يغفل عبادي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نثني الجزيم. يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كرب وانا أفخر بالخير يعتبر الصدقة. إذا المسلم المؤمن يسعى رحمة بقويس ذا الرحيم يرقق ولسيح يحمل الخير في خدم الغير نس يلحوذ انتقي يحوذ بشدية في الدار يخدم الخير يتحسوا الصيحة يسالي حس إنسي إغماسي إغماسي إنسي ألي تسنادين ندام ألي سرس العامل يسال خير ما ديفك بس إنسي يحواج أدي الهيدس مالي ينبر أدي الهيدس مالي ينبر إيتعقل وافي غيثن إذ أدي الزلم تسمع في غيثن ونشتقيم ذي الإسلام في الدينانية مثل ذي نفع ذي الديانة يبثى من حد نرحمان يسعى الإسلام ذقون شتاقين يزيد يقول الإنسان المؤمن على حسب قوين تسعيد المقدر الإيمان تسعيد قويه أكن لا يوضع الفعائل الخير أراد خدمة أكن لا كف ألا كفن وثمت لك إنسي من ذا معيون أما الشينك أما ذقلان سموسنينك أما صصحينك أما صلاصحينك أما صور شبه من طرشبه أقدمه من أصل تقدمه ذي العون قوين الزمرة ولو سدعاء سد العوض ألي فكر بفلاس من الهم ذي الغمة فكف فلنا جميعا نسي المسلمين والمسلمات مثلا أدي أدست العوض بشر سيعفو سيدة ربي ذي بنوفينس
أنشتكي من الرحمن إكتاك سيد ربي أرضغ يبوي الإنسان العبد المؤمن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر يخسر يعبدك أيوة خاب وخسر من لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة البشر وين ويفكر سيد ربي الرحمن أرضغ يبوي سفر عباد النظام فمن لا يرحم لا يرحم وين الرحمن وجوى الحمد وترحمنا سيد ربي كيف مثلا الرحمن سيد ربي تيدي تكنا دخي قوي لعب يتشارك خوريس يتحسوا سوين شي بحس الغير نس أسي انتو مسنني أسي نسير بالجهة أفي قرح نسان وضريس دي الجهة النظر كما يقول مثلا إذا الإنسان المسلم المؤمن يسعى لعزيمة قرحة يسعى لهمة يرفع إلى الخير أي مجزمة يخدم الخير مرة أكو يسغى ويدي سوف يخدم أقلي أثفة الخير أثفة الحي أسي ما يفوثي أن دلتي درر كما يقول مثلا وقبل ذلك رجع من اكسر رجع من سيد ربي اشحال للبلان اشحال للهم اشحال للغم اقرفت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في العبد ذي الخير اللي يخمكنا ذي العاقية اللي يخمكنا امس عينني ما بسوفرا اخمت سيد ربي افذس افذس ذي الهم ذي الغم ذي الهلاك ذي القربات يا ربي الذي يقوم ذي الدولي ذي مثلا اشحال ذي الهم اكفر سيد ربينا في نسجم ذي ثقشن يكفك ذعي ونقعون ذي المعاملة يقدم إيه مسين سربي وحوجد إذا نكتين ما ينسيم سيقق أولي إيه يوثمتني في المؤمنين وحق قرارنا الفعايل الخير ذي مشتعت أنا مثلا قرارتين من زمان هذا تدخل ما تخميه يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يند وش بيحصل الله عليه وسلم يند رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس إنه ويا مركز أليس مقياب ذي جنث الففر كنت جراء يفذي بالقهري يكسي ذي غاشي على خطر تعكر سنبلي سبحان الله وحار ملم إيماني ذي الفعل الخير قلت سيدنا ذي شو الفعل الخير يريح يحمي سيد ربنا أكثر إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أدقى أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وينك يحمي سيد ربي أكثر وينك يجنف عن يغشهم أكثر كما يقول مثلا فغير تحمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكثر ويا ماذا أنفع يغشهم أنفع العباد أنفع العباد العباد أما ينسيما أما ماشي ينسيما نفع ذنس الفعالي نعم ذي فكا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أما الصحة أما العلم أما الشيم أما التموسين أما النصيحة أما الدعاء الخير كذا خطر استدعوا السيخار إلا عدو الله الذي يسيما استدعوا السيخار سوى جيسا استدعوا خطر أستحمل أستحمل إن يتحمل ذي مانيش ولكن ولو الله الذي يسيما شو ما أستحمل أستفغوض ذي شمغ الإسلام أذي كسر ربي سبحانه وتعالى ذي جهنم أفيد قد جهنم سبحان الله الإسلام وليش الأنانية ذي الإسلام الإسلام وليش ودي قرار ينسي من كيني من كيني من كيني يتمني كان يمنيش يقرب لنكونين أكثر من 17 بعدين إذن قرأ سورة الفاتحة أذن قرأ اهدنا الصراط المستقيم يوصي سيد ربي كل يوم الجنس من الدنيا دي قرار اهدنا اهدوي على سيد ربي نارو بريدي المستقيم ودي قرار اهدوي دم كيني اهديني إلى صراطك المستقيم ذي ما نشو عدش ولكن يقرر اهدوي غش فشينا أي نسي مثل دي القرن من دوني ودينا نسي من نظر دي القرن من نظر من دوني ولكن دي الصواب الهلاية أخي الطيب الهلاية نصي ربي يهدين الصراط المستقيم كما يقول مثلا إذا إنسي ويدعو الجميع المؤمنين إنسي من مرة مش كلمات إيش وحدس وتمني الخير إنسي من مرة مش الإيمان إيش وحدس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتمنى ليندهون حتى ما يحمل الغرس أينك يحمل الإيمان إيش كيف مثلا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخير يقول واللي يتعلم القرآن يتعلم القرآن ولكن يستعلم مثل الغرس تحفظ القرآن الكريم مني ما في حفظ الغير مني أستحفظ الغير مني يقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين ما قيل مثلا أبو جنيا أنسى لك ذا بل أنسى لك ذا سولي سعي مس ولكن ما في يوي ونفيد ربين غير ولا ويس حشب لك نمقر إنك مكيسك لا لي ما كان لي دي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة سبحان الله ما أخذ من الخور سوى ذا لنا ذا تفضل
يعني صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فله الجنة. إني هو أن يوم الذي يغني ينسيما الفير رومة إجلان فير رومة وقال دي مدينة المنورة اليوم هو ذي إجلان يبغى في الجو ينسيما كانت سبيك سخطر وكوسع إلى لندل السود إكال عثمان بن عفان رضي الله عنه يغيث دي نيسي رسولها قيم وغض بئر رومة الرسول صلى الله عليه وسلم دي نيسي جعلها سقاية للمسلمين فكسن دي ينسي من السلمان دي نيسي أقياك درجمة إدحلات سويك تخذ ذكا صافي كان مثلا افضل الخيار هو الاري مني العبد الغريس للهدايه مالو بريد سيدي سبحانه وتعالى كيف مثلا ما ماشي دين سيم ما الكافر المشرك استمني عندي شوف الاسلام هذه شوال قد جهنم هذه تهبب الاستهبر باش تاتي دوت غير بريد الغرجنف اتي ناخذ دي جهنم وسيد ربي عنك جازين لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حق من حمر النعم يوني عبد ملك الله يشكشم يشكشم في ضربي شوفوا سيد غير الاسلام الخير وين سيدي شرطي طيش حجم هذاك اللي يغير كما قلت مثلا وهما كينشي اسلم من ايمانه من نار ايمانه سبحان الله كما قلت مثلا قال سيد ربي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين تهدر الخيار وين ديفرن ديمي ما دعوا على بريد سيدي ربي الخير سبحانه وتعالى اذا الاسلام ماشي كيما ايش بلاد بوحدي يتقرب انني كيني ولكن انشي مقاد نكوني اني قاد قد ولع سيدي ربي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى صلى عصر في الزمان سبا ان در جنس الانسان مره غادي يخسر من ان حاجه وذاك يوم يكفي يتعلم الدين يكفي يتعلم الاسلام يكفي يتعلم فريد سيدي ربي يتعلم فريد يتسوي من غير جلف الا الذين قد وعملوا الصالحات اخذ من شويه لك اللي تعلم المكان ذي مزوره هكا خدم شويه تعلم من بعد خدم شويه اللي تعلم ها يقرب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من بعد منان ايوا مثلا نسن انشي من وذوذه الذي انشي من خطر وذوذه الذي ذات مثلا من ادم انما المؤمنون اخوه انشي من ذات مثلا المسلم اخو المسلم المؤمن اخو المؤمن الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هو مثلا ذات مثلا من ادم اسمي السيود العبد الدين ديالهم باش اثني تهدو سيدي ربي شوا وين كان اللي بغى ينشي يقرب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وثبتوا بالخير راس النصيحه اصل السيود الدين باش كاين مثلا يقرب الامام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله إن لو كان الحاجه الصوره ديال الدين ديال القران الكريم اتشكفوا مره من الايام كما يثبت اذا ارحم الناس بالناس ان يوا أو كسر الرحمن في العباد الدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال يوم ذي قدك فبعان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي شيما إذا كل إنسان مسلم إذا سب أك إكسان الرحمة أفل عباد سيد ربي ذي الدنيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اسكب ذي النعم يديك سيد ربي سبحانه وتعالى اتعيون اتشيل الدلع للسدين الشكر الاثي بدي الشورى السيد البقريه امس الحاج امس العلم امس مسنينك امس الشينك امس الفكره امس النصيحه اتشفر ستة ونيس مدام النعم يديك سيد ربي تدغر ولكن خطر ولا قرار النعم فرق ولي يديك ما غيرو ماشي مع الصحه ولا كل شيء يديك حاجه ربانيه قيمه اما اكثر جميع عملي اصبح أتفلسل وإما أتفلسل أذي مثل ذا بسديد كلش كم يفضل إش حال مزالين على قيد الحياة العبد يسعان الفكر من أهد بلك غير من يغشي نظر ولكن يطفلني هي وغين تسونا وغين سنن كامل وغين وعقينا له ذرة ونسن وعقينا له ذخة من نسن كل شيء وحسن إذن وقضمنا إيمانيس الزكاء أبي اللي بخير ينظر من ذلك إذا فاسة وليت النعم يدي في كاسي ربي الخلق سبحانه وتعالى خدم يا خافي كيف مثل يقدر سيد ربي وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة كيف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وبلد صالح يدعو له ما يدري يموت بن آدم لشد يقول دي العمل نس صدقة
الفعال الخير صدقة، العلم ما تجلس تعلمه أو ذي الولد ذي المس اللحية يكفى عن ولد سيد ربي أسيد عوسي خير. إذن وش بيحصل الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلا الله انفعهم للناس، ولو يتحمي سيد ربي أكثر دون ينفعني يعفد أكثر أكما يبذل. أما سبع الناس أما الصحيناس أما الشينس أما السموسينس أما المعاونين تعاون الفقراء ذي المساكين أما ذي القضاء إذا قطون الحوايج الحوايج قويذاك قويذاك يحواج ما يسعوا يقول كران شوي ويسيز ميرارا أتو حضر أسليد قضاء كشين يتزمر راس تسعين موين باش أسليد قضاء أتعاون الحاجة ما ذاكنا فقدر راس تبع وسيس إذن أتقطل تغى وسيوين الغاشين أي مدى أثن تنفعات سدعاء أتنهر أسن تدعو تسل خير أسن تدعو السحام أسن تدعو تسل عافية. كيف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وملك يقول له وأنت لك بمثل ما تدعو به ما كنسي يدير الغيب فيه أستدعو أصدق ضعو بثغوزة إذا فقف الأصار بينهم ذي الغم إذا أصدفك الشفاء ما يهيك أسأل تدعو بمرة أقول خير كمن أدي تصدق الملك لنا ربك في قال أكيد صحيح قيه أكيد صحيح قيه أكيد صحيح قيه والملك دعاء اقبلت سيد ربي قبايا الله أكبر. كما يقول خطر الدعاء من أعظم أسباب السبب قرحاني سيد يتحقق سيد ربي الحاجات يسيك تكس سيد ربي الهم ذي الغم يسيك تكس سيد ربي سبحانه وتعالى أما ذي أما ذي بيع أما ذي هذا سبحان الله. كيف مثلا وصل دران وما يقبل سيد ربي الدعاء سيد الله على بالك ونسعى السحان سيعيون ونسعى الشمس سيعيون ونسعى خير الكتف لا تموس سيعيون ونسعى خير الفصح ولكن آذي الفذاف رسيسة سيد ربي سبحانه وتعالى. كما يتمثل وصل دران وما يقبل سيد ربي الدعاء بلد هواجينين سيدي ثيجين ويسعى لك شو شمسين ألا يريد خير حاجة الدعاء ونمي يقبل سيد ربي الدعاء يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث الأبواب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره رب أشعث الأبواب مدفوع بالأبواب هي الدروح ذي شو القشي سيدي روح القشي قاصل عند يريد قبر أهف بلك إجمال أدي وثالث البرث جيول لكن أدي ليه البرث ذي جيف الإنسان عشان يدير في الناس أدي يحقر إنك غسل ربي وإنك نكشوال ما يعرف ذا فوسيسا أصدق برسل ربي لك بدينك الله أكبر. أهف الدعاء إني نس أري نصر سيد ربي الإسلام أري نصر وني صليما أري شفو أمو ذلك هيك أري فك الهم ذي الغم غفي نسلم أري بعد سيد ربي الظلم في ذاك الظلم سبحان الله. يقال أنسى بن مالك رضي الله عنه إن يكي بذيد يخفى بالليم إلا ورقاز أري قلب الدخي ونطرحيش يتص يصخره القرص ويكرم إن يكسي ربي عفيش دنو في نسمرة على خطر إذا عايز دن أهلس ينسيم دي رغية فيش سيد ربي عفيش دنو فيش ونسى يتص الله أكبر. كان يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس الخيار وذاك يحمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذيك الفعال العباد العباد أكثر خصوصا كان مثلا أمشي يعني يقرحم سيد ربي العذري فعلي إهمس إهمس ينسيم لا ما ماشي بينسيم إهمس من آدم هذا في نفعس العمل السوين يسعى مادي ما غادي ينفعس الدعاء ينس أثي وسيم لم كل حاجة أما ذاك اللي يخص أدي الزواس أما ذاك اللي يحس سكران يضوري أدي اللي غير طرفيش لكن دي غير في الناس أدي اللي غير طرفيش أدي حس شوين يغن أثمت نسيم سيمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وين ومتقارن مع نام وين يقدر رنجين سيمن إلا دوتي كالغا الرسل إذن الآن الإنسان المسلم المؤمن أبي حرص بشري لذي الهنام الزخر للمجتمع البشري دخل المجتمع من ينسيما من أمام شيء ينسيما إنسيم دائما ديهنام دائما غيلي حشر رحمن الرديوي كيف مثلا خطر وينك نيما
المجتمع غير المسلم انسي منين ادي في الدين الاسلام السيريس تصدر الخير ذر لهنا ذرهم سايل هان ذر اتاك كيف اتيحق ذلك ما ليس في فيك الاسلام كان يكسع عن يكسع عن شتي الدين الاحياء والدين تكشي كيف مثلا ديننا دين التكشي والدين الحياة ذلك في لقاء سيد ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن بذل الخيار دين أممنا إذا في سيد ربنا الدنيا إن بنكون من الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس إن دين للناس أكل عبادة الدنيا أما دين سيمن أما مش دين سيمن أكل يبغيل اللون سيمن أكل يبغيل الدينيس ولكن إنسي من ذي الخيار أخطر صفر مسويني الآن نهون في المنكر خدمني خير تكشف الجمال سنتكثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ورحمن خيرين لني قاع رحمن يا عباد رحمن يا حيوان رحمن تجران رحمن الجمال كرب وين أكو إدي شوخي خنكمل إدي خيقار بيغردوني رحمن إنسي المسلم ذا رحمن يقاع أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء إن هذا رحمك ويلي إلا الدقاعة أكل ثغوذي للإسباسيس ذي العباد الحيوان ذي النبات ذي الجمال إن أرحميث كدا الحمس دار بالدين أرحميث سن كل دار الحمس دار بالدين كل المخلوقات سبحان الله أكل أيضا إذن الحديث الديني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا قال أحب الناس إلا الله أنفعهم للناس الخيار بذلك حميش إذا رب الخالق سبحانه وتعالى بذلك نفع للعباد يقال أنا عقلي كم خذت كان أدي قرد الحديث يوم وأحب الأعمال إلا الله أنا وذن أعمالك يحميش إذا ربي باش أنزل سيدة ربي يحمي وليك نفع من العباد خطر ما تنفع بالعباد سيدة ربي أصل شرب الرحمن المحبة المودة الخير الرهنة السلام داخل المجتمع البشري إن أحب الأعمال أعماله يتحمي سيد ربي وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينة أو تطلب عنه جوعا إن الشرب الشرها داخل قويس أتصفحها أتشربها أتصفحها أما شو مسلاي أما شو فعله سلعان الاسخمر استكشف الشرح على بخي كويس استكشف الهم ذي الغم ذي غفلان يسعان الدير سنفلاس استنظر سوى دقي يغوك كسر يوي كما يجب مثلا استكشف الطلاب هم ذلك اللي يسعاد سوى النزمر أطعي ونديس يسعاد دين يسعاد طيب عن أطعي ونديس أتسيف السر في الناس أكام تزمر استكشف مرة عيني يسعاد من الدين ما يسعاد صار بفلاك اكسس الطلاب الاكس لكن يتغبينك المسكين أستكسر الناس من الله يغيد في الناس أنت الشيطة لا تفكر يقطع عقيدة كثيرة وقال إذن أعمالك حميسة إلى ربي إذن أستكسر الشرها بغي كويسة أستكسر إبيان ذن هم ذو غفياني يغيد في الناس أستكسر الطلاب هم من الله ثرسد في الناس الزايدة فعلوش هذا أستكسر نغطع ونديس أستكسر الناس من الله يغيد في الناس يوجد أعمالك حميسة لرب الخالق سبحانه وتعالى أتسعر الاهتمام سوى الأمر الغشيم سبحان الله كما يتبثل أمكي علينا ريين أريين من العبد تعيشين حشان يمنسل لا يبثل تعيشين حشان يمنسل ونسوق على المعنى لا يبثل لنبرنا نتسغى مرس الشريس مري ولي الغشق ونضر نتسب خارجنا مري ولي الغشق ونوزر نتسيره مري ولي الغشق ونوزر نتسيره مري ولي الغشق ونوزر هنا أديو فلالي ولكن أنا ودي العبد كده شوف ماشي العبد السعيد وجد العبد الشقي خطر شيء شدوا ما لو يجي الحديدي كذا كذي كذي وثني ثاني وثني حمية رأسي رب الخالق سبحانه وتعالى ويجي قسات القلوب يقدر يسعد ولا ينقص حن يقدر سيد ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويجي العذاب يثني قنين ويجي مقصح ويونسن خطر حشما نسني حميل أذ يسير الوقت أذ مثل كموت الكلاب إيه من كرب العالمين وتسفل لذب والإسم الذي يزرب اللي مثل لن كلا العباد
ما مثل ذي سيبيا سيد رفيع ذي الصعيد بخمسة كدية أهل بلدك ساشيط وحل الأثر والإنسان إلا نغيبوت كيف كيف سبحان الله ويسعى لك وزال ما يدر نغيبوت كيف كيف أخطر أولين فيها ودي جال التاريخي إنهان بكل ذا الفينس كيف مثل لا لا إذا يسعيش الحشرة يمنسة وإذا ينقر مثل خسر الدولي خسر يا خلق الدولي ذني فيها إفي تشانتينس الجانس لخاف السنة لخاف النا وسهل جلالة إذا أقلك ألعب الإنسان داخل المجتمع سعيش ضرى وحده يل ذخ العباد إذا لا تسعيش ضرى والدولي الدولي تقلباتك أساسي ناس أكام أساسي ناكام أساك تعيونا أساك عيونا أضمن ضرمانيه أسكر الشيطة شحال عباد إذ إخوين بين عشية وضعها أزيارو خلاص وصعد شي ساعة شحال عباد يجهد أسكر نكر تصطف ناس نفوس وزيانا لنا نحول شحال عباد يكر سلمو إذ تصل سلواش ويكردو حسن ودي قبي ودخيني إذ دوني أكاك يحو عيونا أك عيونا وسيد ربي ما دام تعاون سيد ربي يدير عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حكينا اسكا قتل الدين عون وما كنسيم اسكا غادي يدير عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انا غادي تكمل الحديث كيفاش في حديقه ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا اني اذيعو افي ما غنمشي اجل قبور ثغى وسيد السن اخر ولا ما اعتكف غادي ما تصلى ودي الوقت ما يجي دي وقت الشهر السيد كميس دخل المسجد النبوي اللي تصل فينا الف تصليات وانت نظام لقد ومن كف غضبه سطر الله عورته مريم والفريق ونفس الغضرة تفتر نفس سيد ربي هذا كيسا دي العدو فيه مرة هذا كيسا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمره ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة سبحان الله يعني الملك لما تحكيني والفني تفتر الغضرة ونفس الغضرة يعني ما كاجي أدخل أدر تصاريك شوي لبني إيش ما كان يعد ولكن تفضلني إني أكسي رب الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل ويك ذا الرحمة ذا الرضا يوم القيامة سبحان الله خلص الله مثلا دي كبير وش يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما دي الحديث أدي قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حجره حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزليل الأقدام إذن وين رايحون ديما سينسيم دي فغاو سينس حاجة ماذا يقضي السيدة إن السيدة ربنا دي ثبت إضار ليس أسمنا رشغ الإضار الوير نظم غاف السيرات السيرات أدق من الشعر أي مثل قطع أكثر السيف ذي نساء دين دوس جهنم أذي الحوم بش أذي عدين إنسان مسلم يحمي سيدة ربي سبحانه وذلك يخمن دين أعمال الصالحة يخمن بوينك يحمي سيدة ربي في قضان في محمد صلى الله عليه وسلم إنك ذا عدي بسلامة بخين السيارة تنين رجع يا ربي ذي سنية مثل وين أرد يقبل دقاء وصغي ما سينسيم سيدة ربي في الشفاء بسلامة بغير من السيارات كيف مثل يولا ذا عدي بسلامة ذي الخطنين يولا النظر أدي يغلل بعيد رجع ربي يجي ممنين الدخل الجحيم تنس الجهنم ولكن يجيك حمي سيدة ربي رجع يا ربي ذي سنية مثل أذا عدي بسلامة دخل من السيارات باش أروح نقضي غرجنا الله أكبر كما مثل إذا الإنسان المسلم يتعيش على إيمانيس يتعيش ينسيم مرة يتعيش العباد مرة غسل يلي ماشي ينسيم ولكن ما يزرى في البر أسف كياد العون أسف شنا الرحمة للإسلام بلك الونا أهد العمل من إساتي دين قصد ربي دي جانما وديك شنا الإسلام إذكرين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله الله إن سوء الخلق سوء الخلق مالين كما فوزي ماشي ديك ما كيتسيم فويات لي حوايج او الهضره ديالس تصعيب شويه نسيت زعما ما فيد نقرب بين هبني لكن في الفاس يعيش لي ميزيريا كشنيا في حضر ديس شويه يعيش ديال الهم ديال الغم زعما خصك تشد شنو ولا خصك كيصدرها
ذاكشي من بعيد عن جابي جمونين يفرح بك وخسار بويا وقدر مرض للمجتمع مو يضرر ولا ينفعر بالشوء الخلق يشفشل غاش يزور غاش يزور غاش يزور غاش أين يبغي يخدمي ذي العبادات مرة يعني ذي العبادات ولكن أين اللي نجلس ذي العباد يسعى الشوء الخلق ويسعى الصفة ذي الآن أن يشفشل مرة العبادة نمس أماكن يغاثر مرض الخل أدخل أدخل تمت أشفشل أكثر من دنيا الله كان أي مثل أي مثل يواجب سنة ربنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه يمارى ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه يمارثي نيش باش أدي يقضو ثغوسا يمارثي أفيوث ثغوسا باش أسيد يقضو ذا شو ميسينا ثابت البناني ينيش أقيم وعتكف في المسجد أقيم تزرع في المسجد وزمي غادفه الناس الحسن رضي الله عنه هي أعمش لكن ما وتشوي برا دغيو وتظلي برا الحقيقة الأعمال اللي شوفن وتوي برا شيء حميشي لربي سبحانه وتعالى أكثر من الأعمال الناس هي أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة وتعيم ذرب لماذا يحوذ في غوصة ما كنتش خير الخير في الله خير من الذي حجد بعد حجة الإسلام من حجة الإسلام وليش نشأت ذو الفرد للإسلام وليش نشأت أتدابي ولكن الحجة ما درد النوف في الحج إنك ما تقضي الترغم سغير ما كنتش خير من الذي تروح هذا درد الحجة النظام سبحان الله يعني سمع بعض السلف السلف الصالح دشوا إكنا إنك ما تروح هذا ما فيه إنسيم السنة قضيت ترغم سيدي من بعد اقتدي قضاره سمكتي بلك تيدا فيك تشوم ولكن ما لك انه مكتدي قضارا إن صلى الله أكبر فرد يوث الآية نسيد ربي قال سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله ما نحن تحسب الدر مجد خطر أنا ودي تسال أنا وي إنما يستجيبون إنما يستجيب الذين يسمعون وإذا كيك سلل وإذا كيك فكر بالبصر البصيرة إذا كان السمع أخذ البصيرة أخذ ويوسف وإذا نقرأ بالعام زران كيف سيئين كلا ولكن في مثال يجب تنادى سقبل الثغوسة وتصبح تطعي الثبابة تسيطة ذيك تشوق من بعد أكسيد يقدر وقي يعتبر ذلك يمكن تقول يقضي في الدخار والموتى يبعثهم الله سبحان الله يوم واسب صلى ربنا عبد الله بن عامر يوم أخانا أفخالد بن عقبة خذ كيف مثلا عبد الله بن عامر يوغ أخان نعام خالد بن عقبة زنزة سخام خالد بن عقبة أخان جنس ذي السوق غريبة يوغ 90,000 درهم أرمين ذيرني إيسلامي مرطيمة الجنون ماشي يوم يعدنا يسين الجنون إيساوي ده خميس عبد الله بن عامر إيسا أنا ليش أقول طريق السبرة كام؟ أن الناس يا عبد الله أن الناس ذي ما ولا البخام إنني ثوق بكني أرنتي مطينا في خمس سن الناس خطو سعلان ده زغن احتمدني وقف بشاف فغندينا من بعد الناس يدشون إيه كرد عبد الله بن عامر الناس يا غلام يوخذ دميز دينا الناس رحل وصل كسسنا ورس وصل يطول الناس أماذا خان أماذا الشيء من الناس يواجنا الناس يفكي ويطل مرة هاب يا رئيسنا خان يا رئيسنا إذري مني 90,000 درهم مني كيسن الناس جماعة خان ترم إذري مني الله أكبر كيف مثل جعفر بن محمد أمشي دينا رحمه الله إنه صغاوية باش تقضوا ثغا وسام إجمع ينسيم وقدر ندعي تفاتي حي بعد الاتحاق الجارع بعد يقول الصدق غير ربي سبحانه الورا الصميرا إذا ألغي من هذا الصدق ضوء أخرى دي فاتي حي وقيد الفعالي للخير أيات مثلا العبد ما لقل لهم يخدمي خير يحمي سيدار دوني يخدمي خير أحب الناس إلا الله أنفعهم للناس كل يقع وجمع الصدق الله الوسام أي مثل تنفع الغير ما تنفع الله إيش ما كنت شيء منها تنفع بالعبد اللي ذا المرأة يضف لك سيدة ربي ما تنفع هذا الغير افتحك سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ما تريد غير جنة ما تنفع هذا الغير خبر ذا الخير الغير أقليك
حتى وفن السلام لهنا للمحبة للمعاونة قال ينشيما ما تنفع الغير أقلق الشر الحماية ما داخل بويون بشر يحميني عباد الله يروي تقولوا يون يروي تكشي يون يون أولي سعيدة أنا البغض الحسد غفيون ما تنفع الغير سيد ربي سبحانه وتعالى غير يقبل الدعاء ما ترفع التفاصيل غروس ما تنفع الغير أجدك سيد ربي ولك ينفعني السيد يتعاونه أزكد في كسيد ربي ولك عيونا ما ثلد الوقت الشدة أجد في كسيد ربي ولك عيونا ما ثلد بعد الغير أكين جوسي ربي ذي الكرب ليوم القيامة ذي الوقت نعيب حيث مثل ما ثلد بعد الغير أكين جوسي ربي ذي الكرب يوم القيامة ما ثلد بعد الغير ذي ما كنشي منها ذي الغير نظام غاس ماشي كنشي ما تنفع يعتبر صدقة في الله وما تخدم ذي خير تنفع هذا الغير تنفع هذا العباد النظام سيد ربي سبحانه وتعالى كاين جهد الهموم من الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصنائع المعروف تقي مصارع السوء تخدم الخير ذاك اكاين جهد سيد ربي وين النظام الصدقه نينيك الخير نينيك اخدم ذي ناري بعد الفلكي بيد يدها كيف مثلا أنخم سالحديث اللي مشبيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قرن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وإن أليك سن الهم ذي الغم أفل ما سيسي بدي الدنيا سيكسي ربي الهم ذي الغم يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وإن أي السر له ما سيسي بدي الدنيا أفل السر سي ربي دي الدنيا وفي السر دي يقرب يقرض ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة وإن أتي يسر أتي سوس عن أفل بس يسي يبدي الدنيا أتي يسر فلس ربي وأتي يسر فلس أمد الدنيا أمد يخاف يقرض والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخير سيد ربي أذي لي ذي العون للعبد مدام العبد أذي لي ذي العون للماس الله كيف مثلا أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب غفك ربي الرحمن غروي ونا غفك ربي الخوف ربهم غفك ربي الطعن في طعن سيد ربي الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم غروي ونا أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا البطل بطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.